النهاردة الرئيس السيسي اتكلم عن رؤيته الشخصية بأسلوب وصفه أنه أكتر مرة صادق فيها عن قضايا مختلفة، ومن أهمها رؤيته لثورة يناير اللي قال أنه دايما بيوصفها بأنها كانت علاج خاطئ لتشخيص خاطئ. والحقيقة أن دي مش أول مرة نسمع فيها كلام مشابه من الرئيس، زي ما سابقا حذر من تكرار الفوضى أو حذر أن أهل الشهر بينفذوا مؤامرات حروب الجيل الرابع على مصر. لكن في المقابل الرئيس السيسي نفسه أقسم على احترام الدستور اللي بينص على ثورة يناير، وهو نفسه سبق ليه أكتر من مرة كلام عنها بإيجابية لحد من شهور فاتت لسه ما نسيناهاش. في يناير اللي فات وجه تحية إعزاز للشعب اللي عمل ثورة يناير، وصفها بأنها كان ليها مطالب نبيلة. وفي تصريح سابق برضو قال إن مبارك كان المفروض يمشي قبل 15 سنة. هنشوف مقطع من كلام الرئيس النهاردة ونرجع نفتح النقاش. احنا بنسمع كلام كتير مترتب، وانا قلت الكلام ده قبل كده، مترتب قوي، لكن لما نيجي نتكلم في تنفيذ نلاقي المواضيع بعيدة خالص عن الكلام المترتب. ويا ما سمعت كلام مترتب في واقعنا ومستقبلنا. هقول لكم كلمة انا دايما اقول، 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ، علاج خاطئ لتشخيص خاطئ. قدموا للناس صورة على ان الامور بتتغير كده، نغير ده ونجيب ده خلاص العصاية السحرية موجودة هتحل المسائل. ابدا، والله انا اكثر، يعني أنا صادق بصفة عامة، لكن أنا أكثر مرة أتعامل معكم وأتحدث معكم بكل الصدق اللي أنا بعتقده، لأن الصدق ده يعلمه ربنا برضو، وممكن أكون فاهم غلط، لكن أنا من 60 سنة أو أكثر أو أقل شوية، 55 سنة، وأنا متابع مصر حتة حتة في كل تفاصيلها في كل ظروفها في كل أسباب تعثرنا، عشان أبقى وأنا بتكلم وأنا بجابه الواقع ده عندي الإرادة للقرار اللي أنا أخده عشان ما أخدش مصر وأوديها أدخلها في الحيط زي ما بيقولوا كده. اللي أنا عايز أقوله باختصار شديد إن المعركة ما انتهتش، معركة الأمس كان لها شكل وكان عدوها واضح، دلوقتي المعركة ما بقتش كده، بقى العدو جوانا وبقت في أدواتها اختلفت كتير، والثمن اللي بندفعه يعني احنا في 67 ل 73 6-7 سنين قتال، احنا النهارده داخلين في السنة السادسة تقريبا. بينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف جمال عيد، المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. أهلا بيك معايا أستاذ جمال. والحقيقة الواحد ما بقاش عارف يعني موقف الرئاسة أو موقف الرئيس تحديدا من ثورة يناير إيه؟ هل هي مؤامرة؟ هل هي تشخيص خاطئ وعلاج خاطئ؟ هل هي زي ما سمعنا في شهر يناير الرئيس بيكلم عنها بأن هي كانت مطالبها مطالب نبيلة وكلها للدعوة للحرية وللكرامة وسال من أجلها دماء شهداء أبرار؟ يعني إيه سبب التناقض ده يا أستاذ جمال؟ مساء الخير استاذ سلمى. في الحقيقه يعني الرئيس هو المطالب بتوضيح موقفه. انا مواطن مصدق الدستور المصري في الدباجه في اول 10 كلمات، واسمحي لي هقراهم لك بالتحديد. انا فاتح قدامي دباجه الدستور 2014، خرج الشعب يوم 25 يناير 2000 والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار، دي كلام في الدستور. انا بحترم الدستور. رئيس الجمهوريه بقى بيلف حواليه بيراوغ ما بيقولش بصراحه، هو حر، هو المفروض يقول بوضوح. انا مواطن بقول انا متفق معاه في انه العلاج كان خاطئ، اختلف معاه ان التشخيص كان خاطئ. لا، التشخيص كان صحيح، مبارك حرامي لص فاسد، ووزير داخليته كان يعني اتهم واتسجن بحكم ان هي اتسجن في الصغرى وبيتحاكم الان
اتهم. طب استاذ جمال، خلينا نعود الاتصال بحضرتك مره اخرى لان الخط مش واضح قوي. زي ما بيقول استاذ جمال عيدي، يعني الدباجه الاولانيه خالص في الدستور فيها تحديدا ثوره يناير، ازاي ان هي ثوره نبيله قام بها الشعب ضد الفساد والى اخره، والمفروض ان انا كمواطن ان انا ده موقفي من ثوره يناير، او ده اللي بيقوله حتى الدستور بتاعي ايا كان موقفي انا من ثوره يناير الشخصي ايه. لكن الرئيس زي ما احنا ما بنقول يا جماعه، يعني اوقات يناير اللي فات اتكلمنا عن الثوره ازاي ان هي ثوره نبيله، ازاي قامت عشان ترجع الحريه والكرامه للشعب، حتى تحديدا ذكر مبارك قبل كده وقال ان مبارك كان المفروض يمشي من 15 سنه، فلو كان المفروض يمشي من 15 سنه يبقى النهارده ازاي ان تشخيص كان خاطئ؟ يعني ما كانتش بقى المشكله في مبارك، ما كانش المفروض يمشي من 15 سنه؟ يعني هل ده استاذ جمال حضرتك رجعت معايا تاني يا فندم؟ مع حضرتك يا استاذ السلام، مع حضرتك. اتفضل كمل كلامك يا فندم. بقول لحضرتك انه انا مواطن فخور بمشاركتي في ثوره يناير، الثوره الوحيده منذ ثوره 19 حتى الان، اعظم ثوره في تاريخ المصريين. التشخيص كان صحيح تماما، العلاج هو اللي خاطئ، انا موافق مع السيسي فقط في مساله العلاج، لانه راس النظام مش هو كل النظام، مبارك يعني كان مجرد زي ما بيقولوا شخليله. ما كانش يجب علينا الثقة بالمجلس العسكري بطنطاوي، ما كان يجب علينا ترك ميدان التحرير 11 فبراير، لكن كله ملحوق إن شاء الله. يعني الدنيا ما خلصتش، وكل ثورة عظيمة بيقابلها معارضة أو ثورة مضادة أيضا بتكون عنيفة. لم تنتهي الأمور، كراهية الحادة لثورة يناير بتوضح انها بيقولوا بالمصري معلمه لسه ما انتهتش ولن تنتهي ان شاء الله. بس خليني اقول لك تاني جزء من حواره سيد جمال والرئيس السيسي في خطابه، اشار كده المح لان هي كانت مؤامره، وهو كان المح على الحقيقه قبل كده زي ما انا ما قلت في المقدمه، المح لان هي حروب داخليه، ده الشكل الجديد من الحروب، ان هو ده حروب الجيل الرابع والى اخره، وده متوافق برضو مع وزير الداخليه في عصر مبارك لسه قايل ان السجون لما بيحققوا معاه في موضوع السجون اللي اتفتحت قال لك ده حماس وفتح هم اللي فتحوه والى اخره. وحتى برضه حبيب العدل لا يعتد بكلامه يا استاذه، فان هذا يعني هذا بس الكلام ده مش بيقوله حبيب العدل بس مجرم. ما هو الكلام ده بيردد حتى هو مؤسسه الرئاسه يا فندم، بس بشكل مختلف. طب انا هقول لحضرتك، لو هو شايفها مؤامره، انا يعني في الحقيقه بقول لو هنا كمواطن لا اكذب، لو هو شايفها مؤامره تعالوا نصلح المؤامره، وهو كمان يرجع تاني. هو كان لواء لو انا فاكر، يعني انا اعتقد انه ما كانش هيبقى رئيس جمهوريه، فتعالوا نصلح الامور، يرجع مبارك او انه يسيبنا واحنا نصلحها، انما ما ينفعش يبقى استفاد منها ويقول مؤامره، اما نصلح كل نتائجها اما لا خلاص. يعني كل واحد واقف في خندقه الان، واحنا عارفين مكاننا كويس وهو في مكان ثاني، اكيد احنا مش مع بعض. السيسي معادي لحقوق الانسان ومعادي للديمقراطيه ومعادي لثوره يناير، واحنا مع حقوق الانسان ومع الديمقراطيه ومع ثوره يناير. واللي يقول على الثوره كان شعارها الكرامه الانسانيه والعداله والعداله الاجتماعيه والعيش والحريه، دي كانت مؤامره. دي يعني انا رايي انه يستحق المحاكمه، لكن من حق كل واحد يعبر عن رايه. انا رايي مغاير للسيسي، والسيسي رايه مغاير بيننا وبينه القانون، بس بشرط يكون عادل. نشوف انا مخطئ في رايي وهو اللي هو اللي مخطئ، مين فينا انتقد؟ بس انت رايك يا استاذ جمال هو رايه انهي واحده فيهم تحديدا؟ هل من استماعك لخطابات الرئيس المتكرره واشارته ليناير المتكرره؟ انا رايي الشخصي، وهذا رايي مش يعني مش معلومه، ان السيسي يقود الثوره المضاده ضد ثوره يناير، وبالتالي هو في عداء مع هذه الثوره اللي احنا بننتمي لها. هو عنده حزبة اللي ضد يناير، واحنا الاكثر، واحنا اللي على حق، احنا مع ثوره يناير، مع الكرامه الانسانيه، مع العداله الاجتماعيه، مع العيش ومع الحريه. هو بقى مع مين؟ يعني هو الله غالب، هو يسال عن ده. ده رايي الشخصي، وكل من يعادي ثوره يناير، ثوره يناير تعاديه، وثوره يناير ستبقى وسيسقط اعدائها.
ده بوضوح. انا بس عايز اشير لحاجه ثانيه يا استاذه سلمى. اتفضل يا فندم. لو سمحتيني في الخطاب. الخطاب النهارده الرئيس قال انه يعني انتظروا وهتشوفوا مصر في 2020 حاجه ثانيه، قال كده بالتحديد. انا عايز افكره وانا يعني ربنا يخلينا الانترنت والارشيف بتاعه بوضوح كده، في ديسمبر 2014 السيسي كده منشط الاخبار السيسي، اصبروا معايا عاملين واطمئنوا، ده ديسمبر 2014. جه ديسمبر 2016 اللي المفروض خلاص صبرنا سنتين، قال ست شهور والامور هتبقى افضل، ده ديسمبر 2016 منشط تاني. جه في يونيو 2018 اللي هو بقى من ايه؟ من اربع شهور، قال اروع ايام الوطن ستاتي قريبا. النهارده بيقول 2022. طب انا ثلاث مرات ما صدقتش، هصدقك الرابعه ليه؟ هو ده سؤال هيبقى يعني لكل ذي عقل يفكر فيه. انا عندي عناوين منشطات جرايد بتاعته مش بتاعتنا، انا ما بتكلمش على جرايد معارضه ولا جرايد معرفش اخوانيه ولا جرايد ايه، لا لا لا، اتكلم على الاخبار مصر اليوم الاخبار، وقريت لهم لحضرتك بالنص دون زيادات. يوعد ثلاث مرات وما التزمش، والناس مش لاقيه تاكل. ايه اللي يخلينا نصدقه النهارده؟ ايه اللي يخليني وانا شايف دوله يعني ان المواطن بيجوع فيها وهم بيبنوا قصور وعندنا شقق مقفوله وبيضيعوا الفلوس، يبيعوا القطاع العام عشان يبنوا شقق ومدن جديده ومنتجعات بتاعت الاغنياء. ده ما يبنيش اقتصاد دوله. للاسف يعني في ظل الوضع ده والوعود اللي مش صادقه، اللي جاي غامق اكتر، وده مش متوقع انا منه من الثوره المضاده اللي على راسها الرئيس. احنا بنشكرك استاذ جمال عيد المحامي ومدير الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، شرفتنا يا استاذ جمال.